نجوم النادي الاهلي عبد الله جلال ضفنا في السادسه. مساء الخير يا كابتن. مساء النور. نور الدنيا. الله يخليك. جاي انت في اول يوم عاملين فيه فقره ان شاء الله مراهنين عليها تكسر الدنيا ان شاء الله. يا رب دايما كده مكسرين الدنيا كده، والنادي الاهلي وقناه النادي الاهلي تبقى مكسره الدنيا. الله يخليك. كابتن خطيب انت اتفرجت عليه كان عندك كام سنه؟ انا عايز اقول لك ان انا يعني كنت انا احتفظت بالموضوع ده بالذات ان انا لعبت معاه تمرينه بسيطه كده. لا والله. اه والله. كنا في كاس عالم الانديه في اليابان 2006 وكان هو معانا في البعثه، هو كابتن حسن حمدي وتقريبا كابتن طارق سليم الله يرحمه. الله يرحمه. فكان اول تمرينه لنا موجوده هناك في اليابان. واحنا نزلنا فكان كنا مجموعه يعني بدانا التمرين كده اللي هو مربعات صغيره سمول جيم كده، فهو كان شارك معانا في وقت من الاوقات في الجروب بتاعنا، وكان ليا الحظ والنصيب ان انا اكون موجود في نفس ال. لا كلمني احساسك يعني. احساس تاني خالص يعني. عشان كده احساسك انك في ملعب واحد. ما رضيتش اقولها في الكواليس يعني فقلتها دلوقتي. احساس يعني. ملعب واحد وكابتن خطيب جنبي. لا حاجه تانية يعني. السمع حاجه وان انا اكون موجود بشكل شخصي مع الكابتن محمود الخطيب في ولو حاجه بسيطه يعني. لا حاجه تانية. انا عايز اقول لك ان انا كنت يعني للعشر دقائق اللي انا لعبتهم معاه موهوم. موهوم. لا انا يعني متخيل يعني مع احترامي الكامل لكابتن محمود الخطيب يعني انا كنت هشوف بقى واحد عجوز يعني يا دوبك بيمشي معانا كده. لا كان الكلام ده 2006 يعني تقريبا 18 سنه بعد ما خد قرار الاعتزال. يعني انت بتتكلم فيها بقى في حركات في تغيير رجل في تغيير جسم. الكلام ده كله كنت بشوفه وانا معاه في الجروب او في المجموعه بتاعتي. لا ما حاجه تانية. كابتن محمود الخطيب اقل انا اقل من انا اتكلم عنه يعني. انا لما شفته كنت بشوف ماتشات كده او لقطات الاهداف. يعني اسم الخطيب بيبو ده يعني لو فتحت مجلدات مجموعه اهلاويه بس نكشت كده رميت اسم الخطيب هتلاقي لا حاجات هتلاقي كتير. كل هتكتب الناس كتير عنه. هتكتب كتير عنه كابتن محمود الخطيب. يعني انا بقول لحضرتك شفته في ماتشات وفي لقطات واهداف. انا نفسي كنت بتفرج مثلا في الكره الحديثه دلوقتي الواحد بيتفرج عليها بقول من الصعب ان انا اشوف حاجه زي كده دلوقتي. في ظل ان احنا بنتكلم ان احنا مثلا بيتكلموا في معدلات او احصائيات ان الكره الفرديه بمعدلاتها بقت في نزول. بقت الكره الجماعيه دلوقتي اكتر من النادر ان احنا نشوف حتى على المستوى العالمي. أيوة ان احنا نشوف حد بكواليتي فردي كده موجود في الوقت. ايوه لو قلت لك عدلي النهارده 10 اسماء المهاره عندهم يعني تقول عليهم موهبه فذه اختار 10 اسماء ما تعرفش تجيب 10 اسماء ممكن يعني ممكن 2 3 بالكثير يعني. مثلا لكن الكابتن محمود الخطيب لا حاجه اسطوره بمعنى كلمه اسطوره. يستحق اللقب. طبعا يستحق لقب الاسطوره يعني ما شاء الله عليه. كنت بتفرج على انا بقول لك في مرحله الناشئين في النادي الاهلي كنا بنتفرج على ماتشات للجيل بتاع الكابتن محمود الخطيب واللي قبله واللي بعده كنا نتفرج عليها. يا لا حاجه احنا كنا بنشوف حاجات كويسه حاجه أي. ممتعه. كابتن محمود الخطيب يعني انا اقل من ان انا اتكلم عنه وزي ما قلنا لحضرتك صحيح. يعني قصص كتير ممكن تكتب عن الاسطوره.